في دهوك في العراق خلال اليومين الماضيين تم تداول فيديوهات وقصة تحديدا مفزعة. المقاطع بتظهر ناس متجمعة أمام قبر وبيقولوا إنه بنت المتوفي سامعة صوت طرق من داخل القبر. اخوان بس بلا تجمع. عينا الفيديوهات انتشرت بشكل واسع وبدأت تطلع تفاصيل كمان. فقيل أن المتوفي لاجئ سوري عمره 60 سنة مات من 40 يوم ومصاب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته. وصارت الناس تقول أنها في انتظار موافقة السلطات على فتح القبر. وفجأة اليوم لقينا مقطع متداول انقال أنه للحظة فتح القبر وخروج الميت حي. طلعوه عايش. احنا استفسرنا عن الموضوع وتواصلنا مع الجهات المعنية في دهوك واكدوا لنا انه المحكمة رفضت تفتح القبر. وكل الكلام اللي قيل انه فتحوا القبر وطلع عايش مو صحيح، وبالتالي الفيديو غير صحيح.